ضيفنا العزيز هو المهندس احمد عبد الله او جدالله في مسرحيه انها حقا عائله محترمه. هو ايضا المنسق المشروعات بالنادي الاهلي. بنجدد التحيه والترحيب بحضرتك. عندنا ملفات كتير نتكلم معاك فيها. هسيب نهاوند تختار البدايه. فن بقى، هندسه، اهلي، زي ما تيجي معاك. انا اعتقد في البدايه حابين نبدا، طالما جبنا اجزاء من المسرحيات، نبدا بالفن. وقبل بقى مسرحيه انها حقا عائله محترمه والنجاح الكبير اللي حصل، برضو انت كنت عامل حاجه قبلها وعملت كذا حاجه بعدها، فخلينا نتكلم في النقطه دي. هو البدايه كانت بانه الفنان العظيم فؤاد المهندس كان طلب انه محتاج اطفال للمسرحيه بتاعت انها حقا عائله محترمه. والاطفال دول كانوا في صوره مسابقه، وليا خاله يعني شايفه فيا اللمضه، راحت واخداني من ورا اهلي وراحت مودياني المسابقه. اختارني فؤاد المهندس من ضمن ولا يعني 10 اولاد، اختارني انا وواحد تاني على اساس انه هيبتدي بينا البروفات. ما شاءش الحظ ان احنا نكمل بروفات، لان هو كان تعب ودخل المستشفى، والفنان عادل امام كان شغال، كان في البريك بتاع شاد ما شافش حاجه وهيكمل، وطالب انه عايز ولد. فقالوا له على فكره في ولد جاهز شغال بروفات مع الفنان فؤاد المهندس وجاهز انك تاخده تشتغل بيه على طول. فكانت البدايه شاهد ما شافش حاجه. قعدت اشتغلت سيزون كامل شاهد ما شافش حاجه. وبعد كده لما ابن الفنان عمر، ابن الفنان عمر احمد عبد السلام، شريف المقدم احمد. دي كانت البدايه الحقيقه. ورغم ان المسرحيه كانت شغاله قبليه بسبع سنين، بس اتصورت بيا. اتصورت ده من حسن الحظ على فكره. حظي طبعا. اكيد. وبرده من حسن حظك ان انت برغم ان تاريخك الفني قصير نسبيا، انت اشتغلت على حد علمي من اربع سنين ل 12 سنه. مزبوط. صح كده؟ بس كان مضغوط قوي ومكثف قوي، وقفت من خلاله قدام عمالقه معظم الناس ما كانش كلهم يحلموا بان هم يقفوا قصادهم. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. يعني ده توفيق من عند ربنا ان انا اقف قدام تاريخ عظيم، ناس تاريخ عظيم في الفن طبعا، زي الفنان محمود المليجي في مسلسل شراره برج الحظ، والفنان محمد عوض، والفنان صفاء والسعود. اشتغلت مع الفنانه نيلي في على مبروك جالك ولد، اشتغلت مع الفنانه سميحه ايوب والاستاذ محمد وفيق في عصر الحب. طبعا ده بعتبره الفنان سعيد صالح ومديحه كامل في لعبه اسمها الفلوس. ده بالنسبه لي بعتبره انه تاريخ يعني ربنا كرمني بيه، انه يكون لي الحظ ان انا اقف قدام العمالقه دول طبعا. صحيح.